بداية الفيديو. إذا أنت هسه بداية الفيديو فأنصحك أنصحك أنصحك تكمل الفيديو للأخير. فإحنا حاليا بموقع أثري من أقدم المواقع الأثرية الموجودة بلاد العراق. أي العراق. نصيحة لك إنه تشوف الموقع الأثري وتشوف إيش حصلنا من مغامرات داخل هذا المعبد. طبعا فلوق اليوم مثل ما تشوفون الكاميرا غيرتها. قمت استخدم كاميرا الجو برو 7 بلاك هيرو، فان شاء الله تعجبكم دقة الكاميرا. اليوم مثل ما تشوفون ادوات التصوير جايبيها ويانا، لانه اليوم راح اروح الموقع اثري قديم موجود ببغداد مو كل الناس تعرفه. فلا تنسون تحطون لايك الاشتراك تفعيل السعرات. طبعا اليوم بنروح اول شيء قبل ما نروح الموقع السياحي راح نروح نركم سيارتنا الثانية الكية اللي هي مال والدتي. هاي مثل ما تشوفون سيارتنا الثانية الكية. طبعا اعذروني شوية ماكو حماس ببداية الفيديو لان صراحة استوني قاعد من النوم، يعني ساعة 7:05. التاجات بس انتبهت انه جايني اشعار لازم اشيك ضغط هواء الاطارات، يعني عندي نقص هواء التيارات. فان شاء الله خير ما تعرقل اليوم رحلتنا وفلوقنا. وهاي هسه وصلنا التاجات، فان شاء الله اول ما اشد الرقم راح اعطيكم الخبر وان شاء الله ما اطول. والحمد لله والشكر رب العالمين الله سهلنا اياها. ان شاء الله استلمت رقم وشديته سيارة والدتي الله يحفظها. فهسه راح نروح ان شاء الله نفول بنزين. طبعا شباب هسه راح نروح نفول بنزين اول شيء، وراح نروح نشتري نسكافيه، وراها راح اقول لكم احنا وين راح نروح. طبعا انا حاولت اكثر من مره انه اجل السالفه واقول لكم احنا وين راح نروح، بس صدقوني مكان اثري عمره الاف السنين موجود ببغداد، قليل من يعرف هذا المكان الاثري. فما اوصيكم تحطون اللايك الاشتراك تفعيل جرس الاشعارات. راح نشيك هو تايراتنا وتايرات السياره الثانيه. حاليا احنا راح نتجه هسه لزقورة عقرقوف الاثرية. الاثار المهمة الموجودة خاصة ببغداد المتواجدة على منطقة ابو غريب، لانه تعرفون انتو بغداد دائما الناس تقول مفتقدة للمواقع الاثرية وما بيها وما ادري شنو. فان شاء الله برمضان راح اسويلكم فلوقات، وهاي واحدة من الفلوقات اللي هي قبل رمضان. انا شفت مراجعات قبل عليها، مع الاسف اللي شفت من المراجعات انه هي مهمولة من قبل الوزارة.
انتم هسه تشوفون على يميننا الشعلة من نانا الرحمانية، شعلة رحمانية. فلا تنسون تحطون لايك، اشتراك، تفعيل جرس الاشعارات. تقريبا احنا راح نوصل للزقورة على بعد تقريبا 5 كيلومتر، اقل من 5 كيلومتر. طبعا مثل ما تشوفون وصلنا منطقة زراعية الخاصة بالزقورة. مثل ما تشوفون هي صايرة قدامي، دام بينا عندكم بالكاميرا الزقورة، فوصلنا لها. راح نعطيكم تقرير بسيط عن هذه الزقورة، وبنفس الوقت راح اصور بعض الصور اللي راح انشرها على الانستغرام، صفحتي على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك، فراح تلقون رابط الصفحات اسفل الفيديو. مثل ما تشوفون شباب، حاليا احنا وصلنا الزقورة اللي هي هاي ورايا، ف راح نروح نسوي عنها تقرير بسيط ومونتاج بسيط. ذني المعابد همين راح نصورها، واحب اكرر مره الاخ اللي ما متابعني هي على الفيسبوك او على الانستغرام، خلي تابعني، راح انزل صور كلش حلوه. طبعا مثل ما تشوفون هسه انا دا اصعد للزقوره، بس درجه الحراره الموجوده هنا مو طبيعيه. زقورة عقرقوف، هاي قدامكم هي زقورة عقرقوف، متواجدة بالعراق بالقرب من بغداد، في بالقرب من منطقة أبو غريب. هذه الزقورة هي أقدم الزقورات الموجودة في بغداد، حيث يبلغ عمرها أكثر من 14 قرن قبل الميلاد، وكانوا يسكنها الكيشيين بعد ما حد اهتم بيها بعد سقوط مملكة الكيشية. كانت عقرقوف هي من أحد المحافظات المهمة في بلاد الرافدين. تبعد عقرقوف على 30 كيلومتر عن مركز العاصمة بغداد، هي من أحد المعالم الحضارية المهمة في العراق. إضافة إلى هذا، تحتوي عقرقوف على معبد للآلهة السومرية، وارتفاعها أكثر من تقريبا 52 متر. نشوف طبعا اول مرة اطب، حرامات المكان صراحة هيك محجور. انا دا لاحظ انه اكو اقدام خنزير، خلينا نطب ونشوف. طبعا كل شيء طلع لنا بهذا المكان لانه صراحة مكان مهجور. هذا وين راح يودينا؟ خلينا نطب ونشوف. مسدود. الله يستر. مكان كلش اظلم. هذا هو المعبد
السومريين طبعا. اعتقد هنا أنا ماكو شيء. غرفة مغلقة. ريحة 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 طيبة. شوف الفرق إذا طفي الفلاش إذا شغلة. معلومة خطيرة مو؟ خلينا نشوف هناك. أخ. ريحة أبد ما طيبة. الله اللي يستر ايش يطلع لنا. طبعا المعبد ابد مو صغير. هذا هو مركز المعبد اللي هو هذا قدامكم. يتقسم الى 4 اقسام، الاول الثاني الثالث والبداية شفتكم يا الرابع. طبعا السقف كله من خشب مو من بناء. هذا حطب على ما اعتقد كانوا شالي. يا ستار يا رب. سمعت واحد بيحكي بالغرفة اللي تصفي. طبعا اذا بين عندكم بالمايك السلام عليكم. يا ستار يا ربي. أعوذ بالله بكلمات الله التامات. صدقوني سمعت صوت يعني ما أعرف شحكي يعني، لأنه ما مرأني بهيجي تجربة قبل صراحة. السلام عليكم. شنو هاي؟ طبعا السقف متفلش. هذا لحنا هذا جزء. طبعا اقول لكم جزء ما تصدقون ريحة موت. دا اشتم ريحة ابد ابد طيبة كلش. شون يعني الله يبعدكم ريحة الثلاجة مال الموتى. طبعا هاي هنا انا واقع هم مسوي اكيد. مع الاسف هذا هو التراث العراقي هيجي متفلش يعني. استر اعوذ بالله بكلمات الله التامات. مو هستون طلعت من هنا لو شنو؟ شنو القصة؟ دخت والله دخت. زين استوى الزقورة كانت قدامي ومنتصف المعبد، شو وصلني لهنا ورجعني؟
طبعا انت هسه وصلت بنهايه الفيديو، لا تنسى تحط اللايك، الاشتراك، تفعيل جرس الاشعارات حتى يوصل لك كل جديد بالنشره على القناه. ومثل ما شفتوا اليوم المغامرات اللي فتنا بيها، اللي اول مره افوت لو مو اللايت اللي شايله، لو مو هذا اللايت انا كان كل شيء ما راح اشوف. وسمع الصوت طبعا سمعته بالمايك، ابد ما طالع، سمعته بكاميرا الجوبرو كنت حاطة على راسي، همي ما طالع مع الاسف. شميت ريحه ما طيبه، شفتوا اقدام الخنازير. سالت الحارس اللي هنا موجود، قال اي صحيح احنا نسمع اصوات بالليل، وبنفس الوقت قال اكو خنازير واحنا بين وقت فتره وفتره نقتلها، لانه هاي تعتبر مضره للاثار، واذا ناس تجي ما راح تقدر، لانه الخنزير طبعا هجومي. وانا كلش صراحه اضوج لما اشوف نسبه المشاهده 98% ما مشتركين. يا اخي اشترك، ما راح يضرك شيء ولا راح تخسر فلوس، اشترك حتى يوصل لك الجديد من القناه. واذا عندكم فكره ببالكم تقولها بالتعليقات، ان شاء الله نفذها باقرب وقت. فما اريد اطول عليكم، حط لايك، اشتراك، تفعيل جرس الاشعارات، لان راح نسوي فلوقات جديده وحلوه برمضان، وبعد رمضان راح يصير تخييم، راح اوزع جوائز برمضان. فحط اللايك، اشتراك، تفعيل جرس الاشعارات. كان وياكم محمد، في امان الله.